ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من الحلقه اللي فاتت. قصتنا بعنوان اغتصاب وزواج اجباري بقلم الكاتبه الجميله فاطمه قنيبر. بس قبل ما نبدا، اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد بنقدمه. ويلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونكمل قصتنا. فرح، رايحه فين؟ انا طالعه اوضتي. فرح اللي عامله لك الاكل النهارده يا فارس؟ طب تعالي يا فرح. راحت له بخطوات خائفه ووقفت قصاد فارس ومسك فارس وشها بغضب وفتح بقها وهو بيقول: انت اللي عامله الاكل ده، يبقى لازم تكوني اول واحده تاكل منه. بقت فرح تحاول تبعد عنه وتحط ايدها على بقها، ولكن اتكلم فارس بغضب: هتاكلي منه، انت خايفة ليه؟ ولا انت حاطة في حاجة؟ واخد الشوكة وقربها من بقها عشان يأكلها، فضربت فرح يد فارس ورمت الشوكة من بين ايديه ووقعت في الارض. فغضب فارس وعنيت ملك بالشر وهو لسه ماسك بقها بشدة، وقال لها: قوليلي بقى يا حلوة، مش عايزة تاكلي ليه؟ ها؟ الأكل فيه إيه مخليكي مش عايزة تاكلي منه؟ ما ردتش عليه فرح، فضربها بالقلم على وشها وهو بيقول: انطقي يا زبالة، الأكل فيه إيه؟ وقرب منها وهي بتبكي ومسكها من شعرها وبقت بتصرخ وهي بتقول: هقولك. يلا انطقي. أنا حطيت سمة في الأكل بتاعك. وبمجرد ما سمعت بهية ورندا الكلام ده بعدوا الأطباق اللي موجودة قصادهم من الخوف، لأن اعتقدوا إن فيها سم هي كمان. فقربت بهية من فرح وضربتها بالقلم على وشها وهي بتقول: كنت عايزة تموتي ابن أخويا يا بنت نادية؟ غضبت فرح جدا لما سمعت اسم والدتها وقالت: ما تجيبيش سيرة ماما على لسانك. بتعلي صوتك عليا يا قليلة الأدب، مش كفاية ابن أخويا اتجوزك عشان يستر عليكي؟ بصيت لهم فرح بقوة وبقت بتصرخ وهي بتبص الفارس وتقول: ربنا ياخده، هو السبب في كل حاجة بتجرالي. قرب منها فارس ومسك شعرها وجرها وراه وهي بتقع وترجع تقوم وهو مش مهتم ليها ابدا، ورماها في اوضه مهجوره في القصر وكانت ضلمه جدا. فقال فارس: مش هتخرجي من هنا غير لما تتعلمي الادب. وقفل الباب وراه وجريت فرح وهي بتخبط على الباب وبتبكي وتصرخ عشان يرجع ويفتح لها، وبتقول: بالله خرجوني من هنا، انا بخاف من الضلمه، ابوس ايدك يا فارس خرجني، طب عشان خاطر ابنك اللي في بطني خرجني يا فارس. اما فارس فمهتمش ليها وراح لعمته وزوجة ابوه وقال لهم بغضب: محدش يفكر يخرجها ولا حتى يدخل لها اكل ولا مية، واللي هيكسر كلامي هدخله معها. قال كده وخرج عشان يسهر زي عادته. اما فرح انكمشت في نفسها وهي خايفة من الضلمة، وفضلت تبكي ووضعت ايديها على بطنها وهي بتكلم ابنها وبتقول: شفت يا حبيبي امك جرالها ايه؟ الكل سابني، عارفة انك هتفضل معايا، عارفة انك هتبقى سندي في الدنيا، حاسة انك هتكون ولد، اكيد ربنا هيعوضني بيك. وفضلت تبكي على حالها. وبنروح لعند منير اللي ركب اول طيارة جاية لمصر ووصل للمطار، فدي المرة الثالثة اللي بينزل فيها لمصر. بالرغم من ده كان بيتكلم مصري كويس جدا، ولكن ما يعرفش الأماكن اللي فيها، فاتصل على خاله عشان يديه العنوان وادال سواق التاكسي وتوجهه لي. وبعد شوية نزل منير من العربية ولقى شاب واقف قصاد ورشة نجارة، فقال له منير: ممكن تقولي فين بيت أبو فرح؟ انت قريبه؟ يبقى خالي، هو انا كنت هتجوز بنته بس ما حصلش نصيب. عينيك بتقول انك كنت بتحبها،
بحبها، بس أنا بعشقها. كبرت قصاد عينيا، كنت بحلم بيها دايما، بس النصيب بعدنا عن بعض. ربنا يعوضك يا رب، خدتك في الكلام معلش. شقة عمي أحمد في الدور التاني هنا. شكرا ليك وفرصة سعيدة. وساب محروس وتوجه للشقة وطلع وخبط على أحمد، وبعد دقايق فتح له الباب ورحب بيه جدا وهو بيحضنه وبيقول: منير ازيك يا ابني، وحشتني. عامل ايه يا خالو؟ وانت والله وحشتني قوي. تعال اقعد يا ابني. وقعد منير جنب احمد وهو بيقول: هو ايه اللي حصل يا خالو؟ وفرح مالها؟ احكيلي بالتفصيل. حكاله احمد كل حاجة حصلت بالتفصيل من يوم ما اعتدى فارس على فرح. فرد منير وقال: انا مش هسيب حق فرح يا خالو، لو انت رضيت باللي جرى لها انا مش موافق، انا لا يمكن ارضى ولازم اندم كل اللي اذاها. قال كده ووقف. فقال له احمد: رايح فين يا ابني؟ هجيب حق فرح يا خالو. طب استنى يا ابني معايا الليله وروح لهم، انت مش قد سالم وابني. الحق ما فيهوش خوف، وانا هرجع حق فرح بس بالراحه. وخرج منير وتوجه للقصر اللي كانت فيه بهية قاعدة مع رندا وهم بيتكلموا، واتفاجئت بهية بمجرد ما شافت ابنها وهو داخل عليها، فقامت بسرعة وجريت على ولدها وحضنته وهي بتقول: منير يا ابني انت وصلت امتى؟ وفي حاجة حصلت؟ مصر وحشتني فقلت انزل اقعد شوية وبالمرة اسلم على قرايبي اللي هنا. طب تعالى يا ابني ادخل، زمانك جعان. ووقتها كان منير بيتلفت حواليه لربما يشوف فرح، فقالت بهية: في حاجة يا منير؟ بتدور على حاجة؟ سمعت ان فارس ابن خالي اتجوز من فرح، امال هي فين؟ عايز اسلم عليها. ولحظتها اترددت بهية وكانت هتنطق، ولكن قطعتها رندا وهي بتقول: فارس حبسها. بصت لها بهية بضيق لأنها عارفة ابنها كويس، ولو عرف ده هيهد البيت. فاتكلم منير بغضب وبصوت عالي وقال: فين؟ انتوا حابسينها فين؟ انطقوا. في الأوضة اللي تحت يا ابني. وجري منير ووراه رندا وبهية ونزل لتحت ولقى قفل على الباب، فحاول كتير انه يفتحه ولكن ما اتفتحش، فاضطر انه يكسر القفل، وفعلا فتح الباب واتصدم جدا لما شاف فرح مغمى عليها وقرب منها ولقى وشها ازرق وجسمها بارد جدا زي الاموات، ولكن حس بنفس بيخرج منها ببطء، فشالها منير وجري بيها على اقرب اوضه، ولانه طبيب مشهور ومعروف جدا وضعها على السرير وكشف عليها وحاول يفوقها، ولكن جسمها بارد جدا، فمسك ايديها وفضل يدفي فيها بايديه ونادى على والدته عشان تجيب غطا ومدفأة تدفي الأوضة، واداها بعض الأدوية وفضل جنبها لحد صباح تاني يوم. وفاقت فرح ولقت شخص لأول مرة تشوفه نايم على كرسي جنب سريرها، فقامت بسرعة وحس بيها منير وصحى هو كمان، فاتكلم بخوف على فرح: ما تتحركيش يا فرح من السرير، انت لسه تعبانه. انت مين؟ انا منير ابن عمتك بهيه ودكتور. اتصدمت فرح لما قال لها كده وخافت اكتر منه، فقال لها منير وهو بيحاول يهديها: ما تخافيش يا فرح، خالي احمد هو اللي بعتني عشان ابقى جنبك. بابا طب هو عامل ايه؟ هو كويس خالص، ما تخافيش عليه، اهم حاجه انتي واللي في بطنك. ووضعت فرح ايديها على بطنها بخوف وقالت: طب ابني كويس؟ ايوه الحمد لله ووضعه مستقر. ولحظتها سمع صراخ وصوت عالي جاي من تحت، واللي كان صوت فارس لما عرف بان فرح خرجت، فخافت جدا وبدون ما تحس مسكت يد منير وهي بتقول: هيقتلني اكيد. اشفق عليها منير وقال: ما تخافيش يا فرح، ما حدش يقدر يعمل لك حاجه وانا موجود.
خليكي هنا وانا هنزله. ووقف منير ولكن في قميصه وهي بتقول بخوف: ما تسيبنيش لوحدي. حس منير بالحزن تجاهها، فللدرجة دي هي بتتعذب في القصر ده؟ وقال لها وهو بيمسك ايديها: ما تقلقيش انا معاكي، خليكي هنا ومحدش هيقدر يأذيك. وقعدت فرح على السرير وهي منكمشة في نفسها وخايفة جدا من فارس ومن رد فعله. فبص لها منير ونزل لتحت، واول ما نزل شاف فارس وهو بيكسر في كل حاجة وبيصرخ في بهية ورندا اللي واقفين وخايفين منه. فقال منير بثقة: مالك يا فارس، معصب نفسك ليه؟ وجري عليه فارس ومسكه من لياقة قميصه وقال: قولي انت مالك ومال مراتي؟ انا حابسها، بتطلعها ليه؟ سيبه يا فارس، انتوا اخوات. ايه خلص؟ اللي بتقول عنها مراتك دي كانت هتموت هي وابنك لو ما كنتش لحقتها. بص له فارس بشر وتحذير وقال: اموتها، احبسها، انت مالكش فيه، ولا انت جاي من استراليا تعرفني الصح من الغلط؟ دي مراتي لو انت ناسي. وسابه فارس وطلع لفرح وهو بيدور عليها في كل مكان، ولقاها في اوضه جنب اوضته وهي بتبكي، فدخل وقفل الباب وراه وتوجه ليها. اما فرح فترعشت بمجرد ما قرب منها، واتكلم فارس بصوت يشبه فحيح التعابين وقال: مين اللي اتصل على منير وخلاه يجي؟ والله ما اعرف، انا اصلا اول مره اشوفه في حياتي. بتنتي ما تعمليش عليا الشويتين دول، فاكراني هصدقك؟ قال كده وهو مسكها من شعرها، فتألمت فرح وقالت وهي بتبكي: اه والله ما بكذب. طيب انا هوريكي هعمل فيكي ايه. ومسكها وجرها لاوضتهم ورماها على الارض، ودخل لاوضه الهدوم واخد منها قميص نوم قصير جدا وراح ورماه على وشها وهو بيقول بغضب: يلا قومي خدي شاور والبسي القميص ده. والنبي يا فارس سيبني، ابوس ايدك يا فارس. قلت قومي. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، بس قصتنا لسه في بدايتها. يا ترى هيقدر فارس يعتدي عليها تاني في وجود منير؟ وايه هيكون رد فعل فرح تجاه فارس اللي بيتفنن في اذاها؟ كل ده في حلقتنا اللي جاية بإذن الله. أتمنى تدعموني بلايك لو حابين القصة، لأن التفاعل ضعيف قوي، وشجعوني إن أستمر معكم باشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي، مع السلامة.